يوم سعادة يوم فرح يصير كل حاجة. مصبح من الصبحيات الطلبة بتدفقوا على المكتبة. على مساحة أكبر من المساحة الأولانية بثلاث أضعاف. قيمة الكتب تقريبا لا تقل عن 300 الكتاب، يعني 3 أو 4 أضعاف. والمكتب الحمد لله كل شيء موجود فيها، حاجات أفضل من أول وأقوى من أول. لقيت أنا وصلني تقريبا من بريطانيا 50,000 كتاب، كتب ثقافية أدبية، كتب عالمية، يعني روايات عالمية، كتب ممتازة جدا. كل مثلا عليها واحد كاتب إهداء يعني وشغلات زي هيك. تنفعش إن أنا هذا مكتوب عليها إهداء إن أروح أقدمها أبيعها. فعشان هيك في فكرة أو خطة إن أعمل حاجة تخدم الناس مجانا.